لانه لو لم يتاثر يبقى فيه تاثير وفيه ايه جذب. التاثير دليل على انه حصل عنده حس، والثانيه حصل عنده ايه يجذب، يعني يعمل الله. يبقى اذا كل حاجه فيها ولا ما فيهاش؟ ما دامت الحياه فيها حس وحركه يبقى كل شيء فيه ايه، بس حياه ايه تناسبه. ده على الاول. لما انت اذا جيت للقران بقى علشان تشوفوا كيف عالج هذه القضيه، يوم يقول ايه، كل شيء هالك. الله، كل شيء هالك الا وجه، استثني وجه الله يعني ذاته، وكل شيء يبقى ايه. طب هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياه. يبقى اذا كل شيء فيه حياه. يبقى كل شيء فيه حياة، وإلا القضية ما يبقاش لها معنى في القرآن. امسك بقى، كل شيء هالك. معنى هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياة، مش كده؟ طيب، وما دام كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل شيء فيه حياة. فحين يأتي الإذن من الحق إن كل شيء إلا ذاته، يبقى خلاص كل شيء هالك. طب يقول له، طب ومين قال لك ان هالك دي يعني ما فيش فيه حياه؟ انت بتقول هالك ما فيش فيه حياه، جبت ده حشرت الكلمه دي كده. يقول له لا، ده برضه من القران، ما جبناش حاجه من ليه؟ قال لان القران لما بيجي يتعرض لقضيه مش عامل لي كتاب علم عشان يقول لك باب في الحياه وفي اشكالها، لا، ده كل حته يحط حته هنا عشان تفهم ان القران ده ايه؟ متكامل. يوم يجي يقول ايه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى الهلاك ضد ايه بقى؟ ده اللي احنا عايزينه. الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. والى لقاء. يوم لما يحطها في الاناء تلتفت تلاقي الانابيب الشعرية طلع فيها السائل. لما يرتفع الماء عن مستوى الايه؟ مستوى الحوض. طب لما ارتفع الماء عن مستوى الحوض، ده الماء بتاع استطراق. قال لك ما هو الميه دي عليها ضغط كده، لما يجي الضغط يقوم يطلعها في ايه؟ في الانبوبه الشعريه دي، شعريه كويس. ولذلك من وسعه الانبوبه ما يطلعش، لان هيجي ضغط عليها راسر، يقوم الضغط اللي هنا يجي زي الضغط اللي هنا ما تطلعش ابدا. تقوم تقول له طيب، لما بتجيب حاجه ماده ملونه وتحطها في الحوض وتجيب انابيب شعريه وبعدين تطلع السائل الملون في الانابيب الشعريه، اهناك انبوبه تاخد ماده وانبوبه تانية تاخد ماده تانية، ولا كلهم بياخدوا من الماء؟ لا يا اخويا، الشعيرات بتنزل في الارض، ودي تاخد اللي صالح لها وتسيب اللي مش صالح، ودي تاخد اللي صالح وتسيب اللي مش صالح. طب ايه الحكايه بتاعت قال يسموه الانتخاب الطبيعي. هم يسموه ايه؟ ده معنى انتخاب يعني اختيار، والاختيار يعني لازم عقل يفكر ويرجح، وهي ملهاش عقل. يقول لك طبيعي؟ لا، قول انتخاب الهي. قول انتخاب ايه؟ انتخاب الهي. مش كل حاجة والطبيعة. طبيعة ايه؟ ان كانت الطبيعة كان لازم اللي بتاخده العناصر السائل ده يطلع كله في الشجر، لا، دي بتاخد الماده كده ونفضله بعضها على بعض في الايه. ولذلك شوف العظم، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. يبقى دي بتاخد اللي هي عايزاه، ودي تاخد الشطه تاخد الماده الحريفه مش كده، والقصب ياخد الماده الحره، والرمان ياخد الماده الحنطيه. تبقى ايه الحكايه دي؟ يبقى انتخاب طبيعي ده بالذمه؟ انتخاب الهي. انتخاب الهي. انتخاب. يبقى وكان على كل شيء مقيتها تشمل ايه؟ كل حاجه. وكان الله على كل شيء مقيتها. ساعه ما تسمع كان الله، اياك ان تجعل لكان ملحظ في الزمن. لما تقول كان زيد غنيا، طب ما يمكن افتقر دلوقتي، مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول كان الله، وما زاد
وما زال. ليه؟ أم قال لك لأن اللي كان ويتغير عن مكان هو من تدركه الأغيار، إنما من يغير ولا يتغير زي ما كان هو الآن. بقى الأول قال لنا على الشفاعة، عد موهبتك إلى الغير عشان بدل ما هو فرد لوحده في المسألة يبقوا إيه؟ يبقوا اتنين. يبقى معناها إنه بيربب الفايدة ليك ولا لأ؟ هل بيربب الفايدة الواحد ولا للكل؟ قال لك ما هو ده هيعدين دي وده هيعدين دي ويعدين، يبقى بيربب الفايدة للإيه؟ للكل. حين يقول الحق بعد ذلك: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يريد أن يربب يعني يزود معنى الحياة. طب حييتم يعني إيه؟ الكلام السطحي الأولي فيها إذا حييت يعني حياك واحد وقال لك السلام عليكم، هي دي. كانوا العرب قديما يقولوا إيه؟ حياك الله، مش كده؟ حياك الله. وبعدين لما جه الاسلام عمل التحيه في اللقاء ايه؟ السلام، مش كده؟ كويس. تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ فسلموا على انفسكم تحيه من الله، مش كده؟ يبقى اذا كلمه حياك الله نفهم معناها الاول. حياك يعني ايه؟ اولا نمسك ماده الكلمه وهي الحاء والياء اللي منها الحياة بتاعتنا. الحياة إذا نظرت إليها بتاخد معنى سطحي عند الناس، وهو ما نشأ عنه الحس والحركة في إيه؟ أول ظاهرة فينا، وبعدين في الإيه؟ في الحيوانات، وبعدين اترقينا برضو قلنا ده في الإيه؟ في النبات، مش كده؟ لا، لو أنت ترقيت بقى في الفهم تجد كلمة الحياة منتظمة كل أجناس الوجود حتى الجماد، بس انت ما تعرفش الحياة إلا بالإيه؟ حس الحركة بتاعتك دي. الله قال لك لا، كل حاجة له حياة، بس كل شيء له حياة إيه؟ تناسب، لأن مدام الحياة مقتضاها على ما قلت الحس والحركة، الحس لما بتيجي يعلمونا في المدارس المغناطيسية، طبعا كلنا شفناها، وبعدين حبينا نعمل قضيب ونديله مغناطيسية. كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحديد دي قطعة المغناطيس وايه؟ ويمشي بقى في اتجاه ايه؟ ليه في اتجاه واحد؟ عشان يخلي الجزئيات، لان ان عملتها كده وعملتها تاني كده اللي انت رتبته يتلخبط، فلازم تيجي ايه؟ فحبوا يبينوا لنا ان الجسم الجامد اللي هو قطعه الحديد الجامده دي اللي في اللي انت بتشوفها جامده، وتجيب عليها الحته اللي فيها مغناطيسيه وتمررها عليه، هي جامده في نظرك، انما فيها ذرات دون ادراكك عماله بتتعدل وبتتحرك. ما هو مادام بتتعدل يعني السوالب كلها تيجي كده والموجبات تيجي كده وبتاع، تبقى بتتحرك ولا لا؟ انما انت ما عندكش القدره لادراك ايه؟ حركات. ام قال لك علشان يقربها لذهن التلميذ عمل ايه؟ جاب انبوبه زجاجيه وحط فيها ايه؟ براده الحديد، وجاب القضيب الممرطس وعمل ايه؟ كده؟ قام شاف البراده من جوه بتعمل ايه؟ قعد يعمل كده يعمل كده لحد ما البراده ايه؟ فعلم ان القضيب الحديد اللي غير ممرطس لما مر عليه القضيب الممرطس في اتجاه واحد ابتدى يعمل فيه مغناطيسيه ويجذب. معنى يجذب يعني ايه اللي حصل؟ يبقى تاثر بالقضيب الممرطس ولا لا؟ ولما تاثر ابتدى يجذب ولا لا؟ طب ما دام تاثر يبقى عنده حس كده،
وما دام انقلبت السوالب في جهه والموجبات في جهه يبقى عنده حركه، بس انا لا عارف الحس ولا عارف الايه، مش قادر، ما عنديش المقاييس الا اشوفها والاقي حس وحركه، مش قادر. طب افرض ان احنا عمالين كده نتحرك، وبعدين جت مثلا طياره من عالي وخدت الصوره بتاعتنا زي اللي بياخدوها مثلا في المطاف، لما ياخدوها وتبقى قريبه تقوم تشوف الحركه، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الحركة، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الايه الحركة، لحد ما تلاقي شيء ايه ثابت. هي مش ثابتة، هي متحركة، بس الحركة بقت دقيقة جدا جدا لدرجة انها لا تدرك. كذلك عود الحديث، لانه لو لم يتأثر يبقى فيه تأثير وفيه ايه جذب. التأثير دليل على انه حصل عنده حس، والتانية حصل عنده ايه يجذب، يعني يعمل الله. يبقى اذا كل حاجة فيها ولا ما فيهاش؟ ما دامت الحياة فيها حس وحركة يبقى كل شيء فيه ايه، بس حياة ايه تناسبه. ده على الاول. لما انت اذا جيت للقرآن بقى علشان تشوفه كيف عالج هذه القضية، يوم يقول ايه، كل شيء هالك. الله، كل شيء هالك الا وجه، استثني وجه الله يعني ذاته، وكل شيء يبقى ايه. طب هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياه. يبقى اذا كل شيء فيه حياه. يبقى كل شيء فيه حياه، والا القضيه ما يبقاش لها معنى في القران. امسك بقى إيه؟ كل شيء إيه؟ هالك. معنى هالك يعني ايه؟ مفيش فيه حياة، مش كده؟ طيب، وما دام كل شيء هالك الا وجهه يبقى كل شيء فيه حياة. فحين يأتي الاذن من الحق ان كل شيء الا ذاته يلا يبقى خلاص كل شيء ينتهي. طب يقول له، طب ومين قال لك ان هالك دي يعني مفيش فيه حياة؟ انت بتقول هالك مفيش فيه حياة، جبت ده حشرت الكلمة دي كده. نقول له لا، ده برضه من القرآن، ما جبناش حاجة من ليه؟ قال لأن القرآن لما بيجي يتعرض لقضية مش عامل لي كتاب علم عشان يقول لك باب في الحياة وفي أشكالها، لا، ده كل حتة يحط حتة هنا عشان تفهم إن القرآن ده إيه؟ متكامل. يقوم يجي يقول إيه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى الهلاك ضد ايه بقى؟ ده اللي احنا عايزينه، الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة، والى لقاء